هل يمكن أن نرى قريبا تشريعا فرنسيا بيصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية على غرار ما جرى في مصر والسعودية والإمارات؟ نحن بالفعل نعمل على هذا الأمر، والحكومة صاغت العديد من التقارير في هذا الصدد ونددت بهذه الجماعة، وأقرت الحكومة أنه يجب أن نتصدى لهم. ففي شهر أكتوبر الماضي على سبيل المثال كان هناك 3 هجمات وحشية وقعت على أراضينا، فلا يمكن أن نستمر على هذا النحو. فاض بنا الكيل، وفرنسا والفرنسيين ينتظرون منا ردودا ملائمة أيا كانت توجهاتهم السياسية، سواء كانوا يمينيين أو يساريين. فكلهم ينتظرون قوانين الحكومة بصدد سنها، وإن لم تكن هذه القوانين صلبة وحازمة بما يكفي، فسنعمل نحن في مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس الشعب على صياغة قوانين حازمة، وسيتعين علينا أن نحشد المجتمع بأكمله وأن نشرك كافة القوى السياسية وكافة أطياف الشعب، وأن نوضح للفرنسيين جميعا ما يحدث على أراضينا وأن نتعاون معا. لن يتم حل الأمور بقانون واحد ولا في يوم واحد، فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة، لكن يجب أن نبدأ اليوم في مباشرة عملنا.